أخبار اليوم. ب 35 اول مره تجربها ولا اول مره لسه؟ ورينا كده ال ورينا كده الكيس. لحمه يا عم. ايوه لحمه جربتوها قبل كده؟ لحمه حمرا حلوه. جبتوا فراخ ولا لحمه بس؟ جبنا فراخ والفراخ حلوه برده. امشي كده. الفراخ بتبقى كيلو ولا اقل؟ لا الفراخ بتمشي حافي. مكرونات ايه اللي جوه؟ لا بواحده. الفرخه بتبقى كيلو. واللحمه ايه؟ حلوه. جربتوها يعني قبل كده؟ والمكرونه بكام الكيس؟ ب 2 جنيه. الكيس ب 2 جنيه. ارخص من بره بقد ايه الاسعار؟ يعني عن السوبر ماركت او عن يعني اي يعني نص جنيه كده. في فرق برضو في الاسعار. نص جنيه. مثلا ازازه الزيت هنا ب 9 هناك ب 10 بره ب 10 كده يعني. حاجات كويسه. الراجل عامل معاكم الصح برضو كتر خير. قول لنا بقى الاسعار عامله ازاي؟ ده جبنه رومي قديمه ولا جبنه رومي وسط؟ اسعار معقوله. فرق كبير بين بره. انت اول مره تشتري من منتجات القوات المسلحه؟ لا دايما اشتري. دايما تشتري. الاسعار بتبقى الاسعار عامله ايه عن بره؟ فرق قد ايه؟ الاسعار فرق حوالي 3 جنيه حوالي 10 جنيه 12 جنيه في الكيلو. فرق 12 جنيه في الكيلو الجبنه الرومي. بكام اللي جبنه الرومي؟ 11 جنيه. طب ده الربع. 11 طب وبالنسبه للمنتجات الثانيه جبت ايه غير الجبنه الرومي؟ لا والله تعبت. المكرونه الجوده بتاعتها لا حلو. زميلي بيشكروا فيها يعني. شكرا.